موضوعنا اليوم عن ميناء حمد. شو تعرف عن ميناء حمد؟ ميناء حمد الميناء الوحيد في العالم اللي تم بنائه على اليابسة. ليش؟ للحفاظ على البيئة البحرية. تم وضع حجر الأساس للمشروع في 11 أكتوبر 2011. تم استخدام 6900 طن من المتفجرات لحفر حوض ميناء حمد. يبلغ طول قناة الدخول لميناء حمد 20 كيلومتر والعمق 15 متر. طول جدار رصيف ميناء حمد 8 كيلومتر. عمق حوض ميناء حمد 17 متر. المشروع تم على عدة مراحل. في 26 فبراير 2015 بدأوا يغمرون الماء داخل الحوض واستغرقت العملية 3 شهور. وللمحافظة على البيئة البحرية تم نقل مجموعة كبيرة من الأعشاب البحرية، شجر القرن والشعب المرجانية لمناطق مختلفة في بحر قطر. وفي 19 يوليو 2015 وصلت أول باخرة اللي تحمل الرافعات لميناء حمد. بدأ أول عمل تجريبي في ميناء حمد في 24 ديسمبر 2015 مع دخول أول سفينة حاويات من شركة MSC تحمل على متنها 9172 حاوية. وتم التشغيل الكامل لميناء حمد في 1 ديسمبر 2016، لكن الافتتاح الرسمي لميناء حمد صار في 5 سبتمبر 2017. بعض المعلومات البسيطة عن حجم ميناء حمد: المساحة الكلية لميناء حمد 28.5 كيلومتر مربع. تبلغ سعة محطة الحاويات الأولى 2 مليون حاوية سنويا. 8 رافعات لتفريغ الحاويات من السفن، قدرة على استقبال أكثر من 5000 سفينة سنويا. وفي 10 نوفمبر 2022 تم افتتاح مركز زوار ميناء حمد، موجود في متحف وأكواريوم وسينما لتعريف الجمهور ميناء حمد بشكل كامل. المتحف يضم تاريخ قطر البحري والملاحة البحرية وتاريخ الخرائط وميناء حمد وطريقة تشغيله لين يومنا هذا. منطقة الأكواريوم فيها 17 حوض يضم مجموعة كبيرة من الأسماك والأحياء المائية اللي تعيش في بحر قطر. أما السينما بنظام 4D توضح لك طريقة تشغيل ميناء حمد بشكل كامل. وهذا هو ميناء حمد، بوابة قطر للتجارة مع العالم.